في موضوع محلي آخر، بحضور وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان محسن رمضان، انطلقت أمس فعالية وحدة وطن في نسختها الثالثة، والتي جاءت بعنوان أنا متطوع، بمشاركة عدة فرق بمجاميع تطوعية شبابية لهم مبادرات وإنجازات إنسانية على الصعيد المحلي والعالمي في مختلف الميادين والمجالات. للحديث أكثر حول هذه الفعالية نرحب بضيفتنا في الاستوديو المهندسة أفراح جاسم السعيدي، رئيس قسم الإعداد والمتابعة بوزارة الأشغال العامة. مهندسة أفراح، حياك الله ويانا وصبحك الله بالخير. يا هلا، صباح النور، حياك الله، يسلمك. يمكن هذه ثالث سنة لهذه الحمد الفعالية الحمد لله، وتبارك الرحمن من أفضل إلى أفضل إن شاء الله. العنوان الرئيسي كان لكم كلنا ساعد لوطن واحد عفوا. خلينا نتكلم عن بداية هذه الفعالية. بداية هذه الفعالية كانت مجرد فكرة من مجموعة موظفين إدارة مكتب وكيل الوزارة، قالوا إحنا ليش ما نفكر بطريقة احتفالات حق العيد الوطني، بس مو نفس الاحتفاليات اللي تصير مع الجهات الحكومية، بقية الجهات الحكومية. نعم. يعني مثلا نقدر نسوي مشاركة حق القطاعات ونحط أغاني وزينة وكذا. فقعدوا يفكرون مجموعة منهم فريق العمل، فطلعوا اللوجو الكبير اللي هو كلنا ساعد لوطن واحد. بعدين قالوا إنه خلاص خلينا نجيب، تبلورت الفكرة، فقلنا نجيب الجهات العسكرية كاملة نستضيفها عندنا في الوزارة، كنوع من إن شلون إحنا نربط الجهات العسكرية في الجهات المدنية. نعم. ونوعي الموظفين اللي هم بالأخير أو بالأصل مقيمين ومواطنين بدور الجهات العسكرية. جميل. بالفعل أقمنا معرض، مشاركتهم كلهم للحرس، الإطفاء، الداخلية، يعني كل الجهات. بالإضافة للمعرض كان في محاضرات مشتركة ما بيننا، ما بين وزارة الأشغال ووزارة الداخلية عن الحوادث المرورية، وكما بين وزارة الأشغال والإطفاء عن الحرائق في المباني. هذا كان 2017. هذه الأولى أو الثانية؟ الأولى. 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 نجحت. جميل. وكان تلفزيون الكويت وكان لبرنامج عالم الصباح دور، واستضفتونا يعني لأن وايد كانت ناجحة الفعالية. شرفيكم. يسلمك. فبعدين شفنا إحنا نفسنا قدام تحدي إنه نجحت، فأنت لما تنجح بشيء يعطيك تحدي إن الثاني تسوي أكبر. صحيح. بالفعل 2018 كذلك كانت لنا مشاركة ثانية، وحدة وطن ثانية، استضفنا جهات الخدمات اللي لها علاقة بالوزارة، ونفس كذلك سوينا معرض و محاضرات مشتركة. هالمرة فريق العمل قال ليش إحنا كلنا قاعد نفكر أشياء هندسية ولا أشياء تكنيكال وفنية، ليش ما، وفي تجاوب من موظفين، ومو بس موظفين الوزارة، في موظفين، تدري إحنا وزارة الأشغال في جنوب السرة في المنستري زون، منطقة الوزارات، فعندنا حوالينا يعني أكثر من وزارة. صحيح. فقاموا يجون يشوفون إن في فعالية في الوزارة، في الباب مفتوح، فيجون يشاركون. جميل. عشان يقولون احنا ليش كلنا نسوي اشياء فنيه ولا تكنيكال، ليش ما نسوي شيء يهم الموظف وشيء محتاجه. فكرنا باسبوع العمل التطوعي. اسبوع العمل التطوعي جت فكرته انه مو شيء جديد علينا اصلا، احنا ابائنا واجدادنا ربونا على العمل التطوعي وزرعوا فينا. يعني احنا ما شاء الله يعني بلد الانسانيه وقائد الانسانيه وقائد العمل التطوعي. فقالوا احنا ليش ما نسوي هالشيء، وفعلا احنا ما عندنا شيء، لا اي فكره قابله للتطبيق داخل إطار نطبق ونستمتع في التحدي في الفكرة هذه. ما شاء الله. فيبنى تأسست هالفكرة عندنا نحن نشكل عن أو نسويها عن العمل التطوعي. فشاركت عندنا الجهات اللي شفتوها أمس. إيش كثر جهات شاركت؟ بالمعرض عندنا 11 جهة مشاركة. إحنا في العادة لما نسوي معرض نجيب الجهتين، يعني يبنى هالمرة التطوعية ويبنى الجهات الحكومية الدعم للأعمال التطوعية مثل وزارة الشؤون والهلال الأحمر. جميل. موجودين معنا. بالإضافة لعندنا محاضرات اليوم وباكر، اليوم عنوان المحاضرة الأعمال التطوعية للدكتور أحمد عبد الملك، وبكرة إن شاء الله عندنا للدكتورة معصومة المذكورة. هذا على هامش الفعالية. طبعا على هامش الفعاليات كذلك عندنا يوم الخميس إن شاء الله رحلة خاصة حق موظفين وزارة الأشغال، ويمكن يعني نمشي الموظفين اللي من جهات اللي يمنا بالوزارات الأخرى يشاركون معانا تنظيف شواطئ الكويت. يوم الخميس إن شاء الله نطلع مع الحملة مع المبرة التطوعية. ما راح نلحق. بقول لكم 10 حملات، يلا نلحق على شواطئ. ما يخالف، الواحد يبذل نفسه.
عرفت شلون؟ احنا يعني دائما اسبوع وحده وطن اخوي، دائما احنا نحاول انه ما يكون مركز على شيء واحد، دائما يكون اسبوع مصاحبه فعاليات متنوعه، اللي هي مثل ما قلت لك يعني عندنا معرض وعندنا محاضرات وعندنا الحمله التطوعيه، بالاضافه لعندنا تعاون مستقبل ان شاء الله مع اداره الطوارئ الطبيه ان نسوي دوره طوارئ طبيه هم حق موظفين الوزاره. شنو اللي اختلف هالسنه عن السنتين اللي طافوا؟ كل سنه عن سنه قاعد ننجح اكثر. ما شاء الله تبارك الرحمن. اقولها بكل توجه. التوجه كل السنوات الخدمه، خدمه الكويت. يعني احنا اخترنا العمل التطوعي هالسنه علشان نقول حق الموظف الحكومي انا وانت وكلنا ان احنا نقدر نمكن الميزه اللي بنفسنا داخل وظيفتنا. يعني مثلا انا الحين مهندسه، جميل، قاعده امكن قدراتي وخبرتي في بابليك ريليشن ادمي ان انا قاعده اسوي حمله وحده وطن. مثلا امس عرضنا في الفعاليه فيديو لاحد زملائي المهندسين، هو مدير اداره مكتب الوزير مهندس عبد العزيز الدوسري، هو مهندس بس متمكن في التصوير والاخراج، راح صور لنا مشروع من مشاريع الوزاره كعمل تطوعي وعرضناه امس بالفعاليه. الفكره اللي كنا بنوصلها من تصوير المهندس حق الفيديو انه هو متمكن في متميز في هوايه معينه يقدر يوظفها في عمله. بالضبط. شوف انت متى ما، وايضا هي مختصه في عمله. لا مو مختصه، هو يقدر، لا لا هو يقدر، هو عفوا هو يقدر يداوم من 7 إلى 2 وخلاص. لا لا عارف بس دوامه ما له علاقه بالتصوير. لا 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 تصوير، لكن يعرض في الوزاره. لا هو تطوعا منه، هو تطوعا منه سواء يقدر ما يسوي. عرفت شلون؟ شوف العمل التطوعي رساله جدا ساميه، انت متى ما اعطيت من قلبك راح تحس ان انت موجود، راح تحس في الرضا. لو كل واحد فينا بس بيؤدي المهام اللي عليه ما راح نسوي اللي علينا وبس، ما راح تمشي الكويت. لكن لما تعطي العمل التطوعي يعني ما يمسكك شيء فيه، لا راتب ولا عقد بينك وبين الحكومه، كلمتك هي اللي تلزمك. طيب كوزاره الاشغال شلون قاعد تبنون مفهوم العمل التطوعي؟ كنا متبنينا فعاليات كان فيها تلفزيون الكويت موجود اكثر من مره على مدار ال3-4 سنوات الماضيه، كنا نسوي وايد فعاليات حق الموظفين. لكن هالمره تقدر تقول من انطلاقه وحده وطن أنا متطوع، الشعار اللي أنا لابسته الحين أنا متطوع، هذه انطلاقة فعلية حق وزارة الأشغال إنها قاعدة تتبنى العمل التطوعي. ال 11 جهة المشاركة عندنا راح نقعد معاهم، الموضوع مو موضوع إن هم مشاركين معانا في المعرض لمدة 3 أيام، لا، راح نقعد معاهم راح نشوف شلون نقدر نوثق هالشيء، شلون يصير في مخاطبات، إذا هم محتاجين ناس يتطوعون، شلون إحنا نعلن في الوزارة عن يا جماعة الجهة هذه الفلانية محتاجة متطوعين، شلون يروحون لهم؟ راح يصير مثل ما تقول تعاون استراتيجي بيننا. يعني كل شيء لبداية، وأنا أشوف أن انطلاقة وحدة وطن في عنوان أنا متطوع هالسنة هي البداية الفعلية أن تعاون وزارة الأشغال في الأعمال التطوعية. إن شاء الله. كلمة أخيرة ودك تقولينها؟ أشكر تلفزيون الكويت اللي دائما بوحدة وطن بالذات يكون موجود، وان شاء الله المرات الجايه صراحه يعني من وحده وطن هذا لكل مره انت سالتني شنو الفرق، قاعد اقول لك من نجاح لنجاح، هذا قاعد يعطينا صراحه. امس انا قاعد افكر اقول وحده وطن وايش راح يكون عنوانها، اذا انا الحين شني توهقت، عرفت شلون؟ اشكر قاعد افكر من الحين حق السنه الجايه اكيد، لان هذه مسؤوليه، عرفت شلون؟ يعني صراحه اشكر كل من امن بفكره وحده وطن، واشكر كل من امن بالعمل التطوعي، وكل من ساهم في نجاح الفكره، أشكر كل من كان. يعني يمكن أفراح الحين موجودة هي قاعدة تتكلم عن وحدة وطن، لكن أفراح معاها فريق يشرفني أني أنا أشتغل معاهم. لو تسمع يعني تسمحوا لي أخص بالذكر زملائي، أنا ما راح أقول موظفيني، راح أقول بناتي لأنهم كلهم بنات. إنزين، آمنة حميد، أفنان الخنفر، أروى التركيت، وخديجة التميمي، وأخص بالذكر المهندس أحمد الصالح مديرنا، والله يعينه علينا. عرفت شلون؟ يعني نؤدي مهامنا مثل ما هي، الحمد لله والله الحمد على أكمل وجه، ولكن قاعد نستمتع بالأعمال الإضافية اللي قاعد نسويها حق الموظفين. أنا ودي بشغلة بس، تفضلي. إحنا كدولة الكويت للأسف ما عندنا اهتمام وزارات الدولة في الخدمة المجتمعية. يعني في جهات عندها استراتيجية تخدم خدمة مجتمعية وتسوي دورات وكذا، مو هذا اللي أقصده. أقصد أن إحنا عندنا الموظفين يروحون الدوام من 7 إلى 2، أنا حاشيك عن الدوام الرسمي من 7 إلى 2، بباله أنه هو عنده مهام يروح يؤديها ويمشي، فاقد الحس الاجتماعي المجتمعي. إذن هي ثقافة. أنا ما أقولك يعني مثلا إحنا عندنا كافيه تحت وروح يشرب قهوة وشي، لا،
الحس ان انت المسؤول يحس المسؤولين انهم مهتم فيه. يعني لما انت تسوي لهم اسبوع وحده وطن ثلاثة ايام كنوع من الترفيه شويه، صدقني راح يعطيك الانجاز، مو بساعات العمل، انجاز في الرضا الوظيفي. لما انا احسس الموظف انه راضي وظيفيا راح يعطيني اكثر. فاتمنى ان هالفكره يعني احد يتبناها، ان يكون فعلا اهتمام من جهات الدوله حق الخدمة المجتمعية للموظفين. إن شاء الله. مهندس أفراح جاسم سعيدي، رئيس قسم الإعداد والمتابعة بوزارة الأشغال العامة، شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. بارك الله فيكم. الله يحفظك. إن شاء الله. يسلمك. شكرا لك. الله يحفظك. إذا نستمر.